السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم الصيدلاني على الصفار من قناة يوميان صيدلاني. رايد من عندكم الاشتراك بالقناة واللايك والمشاركة، وأي شيء تحتاجونه من عندي بالقناة وتطلبونه من عندي أنا أقدر أساعدكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موضوع عندنا جدا مهم، وهو نقص الفيتامين دي 3. زين، نجي نتكلم عن الفيتامين دي 3 ببساطة. الفيتامين دي 3، اذا واحد يريد يعرف الفيتامين دي 3 شنو هو وين موجود وشنو وظيفته وما اسباب نقصه. الفيتامين دي 3 فيتامين يصنعه الجسم بعد التعرض للاشعه الفوق البنفسجيه. زين، شنو وظيفه الفيتامين دي 3 داخل الجسم؟ الفيتامين دي 3 عمله داخل الجسم يعمل على تكوين بروتين. هذا البروتين يتحد مع الأكسجين الموجود في الجهاز الهضمي حتى يصبح الكالسيوم قابلا للامتصاص إلى مجرى الدم، وبالتالي يصل إلى الأنسجة التي تحتاج الكالسيوم. إذن الكالسيوم يصل إلى الأنسجة بفضل الفيتامين دي 3. زين، الفيتامين دي 3 إلى وظيفة ثانية، يحقق التوازن بين نسبة الكالسيوم والفسفور بالدم، وعنده وظيفة ثالثة يعزز وظائف الكليتين ويعمل على إعادة امتصاص الكالسيوم والفسفور إلى الدم بقدر حاجة الجسم إليه. زين، وأيضا إلى الفيتامين دي 3 دور مهم في بناء العظام والأسنان. زين، الفيتامين دي 3 عند يعني نقص الفيتامين بالجسم، هسه عرفنا الوظائف مالته وعنده وظائف هاي. نقص الفيتامين بالجسم يسبب عند الأطفال مرض الكساح ويسبب لهم ليل العظام. زين، أكو أطفال ينولدون يصير عندهم كساح أو يصير عندهم هشاشة بالعظام، نعطيهم فيتامين دي 3 على شكل أبر 300,000 أو 100,000، يخلوها ويا الحليب، تكون يا أما أسبوعية أو مقسمة على 3 أيام، أو يعطوهم على شكل قطرات من الفيتامين دي 3 حتى يساعدهم على المشي او تعالج التقوس الموجود في القدمين. زين، عند الكبار راح يسبب عندهم هشاشه بالعظام، يعني دائما كبار السن يكون عندهم سهوله في الكسور العظميه، يعني سهوله عندهم كسر. ليش؟ لان نقص فيتامين دي 3 كل ما يتقدمون بالعمر راح يصير عندهم نقص فيتامين دي 3. زين، وبعد اكو حالات تقول انه نقص فيتامين دي 3 راح يسبب اكتئاب وامراض القلب وارتفاع الكوليسترول وامراض المناعه. يعني هاي الدراسات بعدنا ما واصلين لها. هسه شلون شخص يعرف انه عنده نقص فيتامين دي 3؟ الشخص حتى يعرف انه عنده نقص فيتامين دي 3 دائما يشوف عنده ارهاق كلش قوي، يشوف عنده الم مزمن ومتواصل وين بأعضاء مختلفة من الجسم، المناعة مالته تكون قليلة، راح يصير عنده تصلب بالشرايين، راح يصير عنده التهاب بالمفاصل، راح يصير عنده ضعف بطيء بالعظم مالته، راح يصير عنده استنزاف بمخزون الكالسيوم. تلقاه يعني تقريبا عمره 23 أو 24 هو عنده هشاشة بالعظام، وهاي طبعا شائعة كلش بمجتمعنا خاصة هاي الأيام. زين، بعد نقص فيتامين دي 3 شنو الأسباب اللي أقدر أعرف أنه أنا عندي نقص فيتامين دي 3؟ قلنا هشاشة، تشوهات بالهيكل، عظام الأطراف، البالغين راح يصير عندهم ضعف بالعضلات والعظام. زين، الأسنان مالتهم ما تنمي، راح يصير عندهم وزن مفرط. زين، الناس اللي النساء المرضعات راح يكون أكثر إصابة بنقص فيتامين دي 3. الأشخاص ما يعرضون جسمهم اللي تحت يعني كميات كافية من الشمس. زين، شلون انا اعالج نقص فيتامين دي 3؟ قلنا يا اما حصل عليه عن طريق مصادر طبيعية، او يا اما عن طريق الاغذية، او يا اما عن طريق تناول حبوب. الحبوب راح نجي نشرحها. يا اما اخذ جرعة 5000 اللي هي تقريبا يوميا حباية، وخاصة جاي يستعملوها هسه لزيادة المناعة بسبب الوباء الموجود عندنا حاليا مع الفيتامين سي والزنك. وعندنا قوة 50,000 اللي هي تنوخذ كل أسبوع مرة، وعندك قوة 10,000 تقدر تاخذها يوميا
أو تقدر تأخذها بين يوم ويوم. وعندك قوة 1600 وقوة 2000، وعندك أشكال دوائية مختلفة، يعني تقدر مثلا فيتامين دي 3 أكو من عنده على شكل قطرات، أكو من عنده على شكل شراب يجمع مجموعة فيتامينات. وعندك الوحدات الدولية العدنة الموجودة فيتامين دي 3 آمن للحامل طبعا. زين هسه احنا شنو المصادر اللي اقدر انا احصل من عدها الفيتامين دي 3؟ يعني اكو مصادر طبيعية اللي هي انه تعرض الجلد مالتك للاشعة الفوق البنفسجية اللي نحصلها من الشمس حتى نصنع الفيتامين دي 3 داخل الجسم. زين حسب الكتب والدراسات تقول انه افضل الاوقات حتى انت تعرض جسمك لاشعة الشمس هي دائما تكون قبل الساعة 10 صباحا او بعد الساعة 3 عصرا. زين انت يعني لازم اول شيء تبدي به هو تخلي الوجه مالتك معرض للشمس، يعني لازم لا تخلي واقي ولا تحمي من شيء، والاطراف مالتك والكتفين والظهر مالتك لازم تقل يعني تعرضها للشمس من 10 الى 30 دقيقة مرة واحدة يعني لعدة ايام بالاسبوع. هاي كلها كافية حتى تحول مادة الكوليسترول في الجلد الى فيتامين دي 3. زين الناس اللي ما راح يستفادون من هاي، الناس اللي يستخدمون واقي شمس ما راح يحصلون على كمية كافية من الفيتامين دي 3 بالجسم. زين اذا كان الجو غائم يعني تقريبا 50% من عنده غام هم ما راح يستفاد تحصل تكون فيتامين دي 3. الناس اللي بشرتهم داكنة ما راح يستفادون هذولا من اشعة الشمس، وراح ليش؟ لان عندهم صبغة الميلانين الموجودة في الجلد راح تكون كميتها اعلى من غيرهم وما راح تسمح بالاستفادة من الاشعة بشكل فعال. زين هسه هاي الشمس وقلنا مين حصلها وشنو الناس اللي ما مسموح لهم يحصلون فيتامين دي 3، اللي هم الناس اللي يحطون واقي شمس، اللي الناس اللي تكون بشرتهم داكنة هذول راح يكون عندهم قلة بالتعرض للشمس وراح يكون عندهم قلة بنسبة الفيتامين دي 3. زين الأطعمة اللي نقدر من خلالها نحصل على فيتامين دي 3 هواي عندنا. أول شيء الأسماك، يعني عندنا الأسماك الدهنية، عندنا السلمون، عندنا التونة. السلمون والتونة تقريبا تحتوي من 150 إلى 400 وحدة في الوجبة الواحدة. عندك كوب الحليب، عندك الكبد، عندك اللحوم، عندك تقريبا كوب الحليب الكبد العفو واللحوم وكوب الحليب تقريبا تحتوي 120 وحدة دولية. زين البيض يحتوي تقريبا 40 وحدة دولية، عصير البرتقال يحتوي 130 وحدة، وبعد هواي هواي من المصادر اللي نقدر من خلالها نحصل على فيتامين زين دي 3. فيتامين دي 3 آمن للحامل؟ نعم آمن للحامل فيتامين دي 3، لكن حسب الكميات اللي حددها الدكتور. زين فيتامين دي 3 آمن للمرأة ترضع؟ نعم فيتامين دي 3 آمن للمرأة الترضع لأنه يساهم بنمو الطفل بشكل سليم ويساعد على امتصاص الجسم للكالسيوم المهم في بناء العظام. زين والنقص مالته راح يؤدي الى اصابة الطفل بمرض الكساح مثل ما ذكرنا بالاول. وما اوصيكم الاشتراك بالقناة واللايك وتفعيل الجرس. شكرا لكم.